جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم، مرحبا بكم. ونبدأ هذه الجولة بأهم ما جاء في صحف القاهرة ونستهلها من صحيفة أخبار اليوم. السيسي يبحث مع رئيس كازاخستان مكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية، مشروعات زراعية وصناعية مشتركة وخط طيران بين أستانا وشرم الشيخ. نزار بايف يشيد بجهود السيسي في التنمية وتحسين معيشة المواطن المصري. نطلع من عناوين صحيفة الأهرام، سفير مصر باليابان توقيع اتفاقيات لتفعيل التعاون بين مصر واليابان خلال زيارة الرئيس، واهتمام كبير من الشركات اليابانية بالاستثمار في قناة السويس بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار، بدء أعمال المسح البحري لمحيط الضبعة وتوفير أعلى معدلات الأمان النووي. نقرأ من عناوين صحيفة المصري اليوم، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة للصحيفة، مستعدون بشكل كامل للتعاون مع القاهرة في كافة المجالات، الحكومة تبدأ تحصيل مخالفات الصحراوي، والزراعة حصر 26 ألف فدان تغير نشاطها من زراعي لعقاري، بدر يقول نجهز لحركة المحليات ولا تغيير في المحافظين. ونتابع من عناوين صحيفة الوطن، تحيا مصر، وصلنا إلى 2.2 مليون جنيه والمحمول تبرعت بالرسوم. ولمحبي الرياضة كتبت الصحيفة، يوفنتوس رئيس انتفاته ضئيل لدولة الفيفا السويسرية تفوق على سلمان ب 27 صوت في الإعادة وإعلان تشكيل مجلس فيفا وإلغاء التنفيذية. الجولة الآسيوية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشمل كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية في إطار سياسة مصر للانفتاح على العالم، ألقت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها الضوء على أهميتها. وقالت الصحيفة، في خطوة جديدة لانفتاح مصر على العالم وصولا بالعلاقات المتميزة للشراكة، بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة آسيوية مهمة لمثلث كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية، عقد لقاءات مهمة مع قادة هذه الدول حول فتح أفاق أرحب للعلاقات التاريخية التي تمتد مع هذه الدول الثلاث إلى ماض عريق، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية. وتتوج هذه الزيارات بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات للاستثمارات المشتركة والتي يتصدرها تحقيق رغبة هذه الدول الصديقة للإسهام في المشروعات القومية المصرية. في عموده بصحيفة اليوم السابع، رصد الصحفي عادل السنهوري أهمية استراتيجية 2030، لا سيما أنها تركز على تشخيص الوضع الراهن وتقدم حلولا للمستقبل، وتابع، استراتيجية 2030 هي استراتيجية طموحة للتنمية الشاملة المستدامة في مصر لتحقيق أحلام أجهضت طوال 40 عاما ومطالب لم يلتفت إليها أحد من قادة مصر السابقين من أجل حياة كريمة. وفي رأيي أن أهم ما تضمنته الاستراتيجية هو تشخيص الوضع الراهن بتعقيداته ومشاكله وقوانينه البالية القديمة، فالمطلوب هو وضع خطة عاجلة لمعالجة الوضع الراهن بالتوازي مع تنفيذ محاور الاستراتيجية حتى تتخلص من الأمراض القديمة التي أعاقت خطة التنمية في الماضي ولم ينعم بها سوى حفنة من أصحاب النفوذ والسطوة. إلى الصحف العربية، ونبدأ من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية والتي كتبت، البيت الأبيض الهدنة تحت الاختبار، وجبهة النصرة اعتبرتها مؤامرة لإبقاء النظام. الخطة به لسوريا تشمل زيادة قوات أمريكية خاصة داخل سوريا وحذرا جويا. الرياض تدرك 4 شركات وثلاث أشخاص لبنانيين تزود الحوثيين بمعدات وأسلحة ضمن قائمة الإرهاب بسبب ارتباطهم بحزب الله ودعم من النشاطات العسكرية. ننتقل إلى صحيفة السفير اللبنانية ونقرأ منها، تيار المستقبل يتجه لمقاطعة الحوار الوطني اللبناني ويعيد النظر في مشاركته بالحكومة. نائب الرئيس، نبحث جديا الاستقالة من مجلس الوزراء لأن الفريق الأخير هو المستفيد. مصدر أمني عراقي، الحرس الثوري الإيراني يخزن أسلحة في بلدة عراقية
قرب حدود السعودية وإخلاء النخيب من أهليها بحجج واهية. ومن صحيفة الوسط البحرينية نرصد مئات الآلاف من المتظاهرين العراقيين يتوعدون العبادي بالتصعيد ويضعونه في موقف حرج. زعيم التيار الصدري يهدد باقتحام المنطقة الخضراء إذا لم تنفذ الوعود الإصلاحية. كاري يقول أوقفنا شحنة سلاح قادمة من إيران إلى اليمن، ووثيقة جديدة تكشف نهب الميليشيات الانقلابية لمخصصات وزارة المحليات. ونتابع من صحيفة الوطن الكويتية اقتراب حسم معركة تعز. الأزمة الإنسانية في اليمن تتواصل ومنظمات إغاثة دولية تتعرض للتضليل. نائب رئيس وفد المعارضة السورية جورج صبرا: استثناء داريا من الهدنة يعني انهيار وقف إطلاق النار والمفاوضات. هيمنة حزب الله على الأمن والقضاء في لبنان تجعل جرائمه فوق القانون. من يطفئ النار في سوريا؟ تساؤل طرحته صحيفة الجد الأردنية في مقال لها، وأكدت أنه رغم أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ إلا أنه من المؤكد أن اتفاق هش ولن يصمد طويلا، ولا بد من حلول فعالة لإنهاء المأساة السورية. لا عجب أن ترى ولايات بعدما ترك المجتمع الدولي الأزمة السورية تتصاعد عاما تلو الآخر، وبعدما شاركت العديد من القوى الدولية في إشعال النار السورية، بدأ العالم يفيق الآن ويتباكى على وحدة سوريا. ورغم أن بشار الأسد استفاد من الدعم الإيراني والروسي واستفاد من تطرف المعارضة وأصبح المشهد العسكري لصالحه، إلا أنه لا يمكن أن نتصور أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثورة. السوريون أنفسهم هم الذين سيقومون بإطفاء النار السورية، ولا بد أن يولد نمط جديد من المعارضة تريد بناء سوريا وليس هدمها. تقوم الحكومة الإسرائيلية واللوبي الصهيوني العالمي بحملة منظمة من أجل وقف نشاط المقاطعة الذي تقوم به منظمات غربية ضد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وبعنوان التراجع عن القيم. رصدت صحيفة الخليج الإماراتية هذا الأمر في افتتاحيتها وكتبت: لا عجب أن ترى ولايات أمريكية أو بلديات في بريطانيا تعمل على وضع إجراءات بالتعاون مع اللوبي الصهيوني تمنع وتجرم أنشطة المقاطعة. ولم يلتفت هؤلاء إلى أن مثل هذه الإجراءات مخالفة لنص الدستور الأمريكي، والأكثر من ذلك فهي تشجيع مباشر للاحتلال الذي يدينه القانون الدولي، وهو أمر يعكس الضعف والتراجع في البلدان الغربية. لكن التخلي عن القيم التي كانت تتغنى بها هذه الدول وتراجعها عن حماية الشرعية الدولية من انتهاكات الكيان الصهيوني لن يأتي لها إلا بمزيد من الضعف. ونتحول إلى الصحف العالمية ونقرأ من صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية: الأمم المتحدة تدعو إلى جولة مفاوضات جديدة حول سوريا في 7 مارس المقبل، واجتماع في جنيف اليوم لبحث مدى التزام طرفي النزاع السوري بتطبيق الهدنة. طموحات كوريا الشمالية النووية تثير مخاوف الولايات المتحدة، وبيونغ يانغ تعلن أنها طورت سلاحا مضادا للدبابات. ونتابع من صحيفة البايس الأسبانية: تصاعد وتيرة العنف في مناطق النزاع في أوكرانيا، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية تؤكد الهدنة في أوكرانيا تزداد هشاشة. أزمة اللاجئين تتواصل، وبان كي مون يدعو دول أوروبا لإبقاء الحدود مفتوحة أمام المهاجرين. جاءت أبرز عناوين صحيفة لوموند الفرنسية كالتالي: رغم دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، الأمال تتضاءل بإحلال السلام في سوريا. بعد سنوات من فضائح الفساد، إيفين توني في مهمة صعبة لإنقاذ الفيفا من أسوأ أزماته، ويتعهد بتصحيح صورة الاتحاد الدولي لكرة القدم. نرصد من صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية: آلاف الإيرانيين أدلوا بأصواتهم أمس في انتخابات مجلسي الشورى والخبراء في إطار مساعدة الجيش النيجيري في حملته ضد بوكو حرام. وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم إرسال خبراء عسكريين إلى نيجيريا.
الأزمة السورية رصدتها صحيفة التايمز البريطانية في مقال لها، وأكدت أن استمرار قوات الرئيس بشار الأسد في إسقاط البراميل المتفجرة على المدنيين وحماية روسيا للأسد لم ينتج عنها إلا المزيد من المأساة السورية وليس حلحلة للأزمة. ما تقوم به روسيا في الأراضي السورية ليست هي لغة السلام التي يتحدث عنها بوتين، فعلى روسيا القبول بأن لديها مسؤولية إنسانية في منع الرئيس السوري من استهداف المدنيين وطوابير الخبز والأطفال والنساء، كما يجب أن تشمل الهدنة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة التي يتم قصفها ليل نهار بذريعة مهاجمة الإرهابيين. زعم روسيا أنها وسيط سلام يتوقف على إقناع الأسد بالجلوس على طاولة التفاوض وليس قتل معارضيه. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية رصدت الانتخابات الإيرانية وأكدت أن أهمية الانتخابات تكمن في أنها قد تكون علامة هامة في مستقبل إيران وتغير توازن القوى الداخلية في البلاد. وأضافت الصحيفة، بعد أسابيع من رفع العقوبات الدولية عن طهران وعقب ماراثون من المفاوضات الشاقة، بدأت انتخابات مجلسي الشورى والخبراء في إيران أمس وسط أمال كبيرة أن تتيح هذه الانتخابات للبلاد الخروج من عزلتها الاقتصادية التي استمرت لعشر سنوات متوالية. ولا شك أن فوز مزيد من الإصلاحيين بمقاعد في البرلمان سيساعد حسن روحاني على الانفتاح لتقديم إصلاحات يحتاجها ملايين الإيرانيين بصورة ملحة في شتى المجالات تتعلق بالوظائف والإسكان والرعاية الصحية، وذلك بعد طول انتظار. مشاهدينا الكرام، هذه وقفة مع رسوم الكاريكاتورية الأبرز في صحف اليوم. مع رسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الصحفية. إلى اللقاء.